لازم يسيب حلول معاه برضو يا كابتن. لا. يعني انا النهارده باجي ارسم سيناريوهات قدامي، ايه اللي هيحصل في اول ربع ساعه، اللي هيحصل في نص ساعه، صحيح. اللي هيحصل في الشوط الاولاني. لا. لازم يبقى معايا حد بديل يطبق لي حاجه تانية. يعني انا ممكن العب ب 4 3 3، ممكن اسيب بديل معايا على اساس ان انا لو طبقت 4 2 3 1، ما هو بس مين البديل؟ لازم يبقى كوف عشان لو حبيت اغيرها، ما حبيتش اغيرها، حبيت احط ناس قدام. مثلا لو انا قلت مجدي قفشه على الطرف على اساس ان هو ممكن شويه يبدل مع بيرساو، تمام، لان انا قلت مجدي قفشه بياخد حريه، مش طرف صريح، لكن ممكن يعمل خلخله في الحته دي لان هو بيتحرك وبيهرب بشكل كويس. ممكن مره يخش جوه، ممكن بيرساو يطلع بره، فبيبقى عنده حلول تاني زي احمد عبد القادر. ما هو لازم يحسب كده، انا عندي كام حل بره وكام حل لو نزل ما يغيرش الصوره او يبقى للافضل. فهو بحسبها كده، فانا بتكلم على اساس ان انا بحسبها بالشكل ده. يبقى انا عندي مثلا حسين الشحات، عندي احمد عبد القادر، عندي محمد شريف، انا عندي كذا حل. ما ينفعش انا ممكن ما احطش كل الحلول، تمام، في 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 في, في اول الماتش. ايوه بالظبط، عندك بدائل قويه. انا زي ما قلت لحضرتك، انا مش هستعجل. المفروض انا بلعب في ارض الخصم برضو، ايا كان انا النادي الاهلي وعندي ثقه كبيره، ما عنديش اختلاف. لكن برضو انت بتلعب مع الوداد، فريق كبير وسط جمهوره، فممكن ما تخدمكش في البدايه. طب سيناريو ممكن في البدايه ما تخدمك. سيناريو المباراه من وجهه نظرك في البدايه، هل الوداد برضو الوداد عامل حساب ان الاهلي فريق كبير؟ طبعا. انا مش هتكلم عن تصريحات الركراكي لانه ممكن يكون بينيمنا، يعني حرب كلام بينيمنا. انتوا الاقوى وانتوا الاحسن وكذا، ده حاجات تنويم مغناطيس احنا واخدين عليه يعني.